خبر حلو، خبر كتير حلو. خبرنا الحلو لليوم بيقول تقنية بتتنبأ بخطر النوبة القلبية في غضون 5 سنوات. طور باحثون أداة جديدة للذكاء الاصطناعي قادرة على قياس الترسبات في الشرايين التاجية والتنبؤ باحتمالية إصابة المريض بنوبة قلبية في غضون 5 سنوات. وأوضح الباحثون أن الأداة المبتكرة تخضع لمزيد من الدراسات للتحقق من دقة النتائج قبل نشرها في العيادات، مشيرين إلى أنها قادرة على إصدار تقرير خلال بضع ثواني مقارنة بما كان بيستغرق حوالي 30 دقيقة في السابق. خبر حلو، خبر كتير حلو. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.